في عناوين النشرة: أصغر النازحين ينتظر عند الحدود وحيدا. حبها تاجي تخادم. مداهمة الحمودية انتهت بمقتل المطلوب علي إسماعيل. حتى الأسرة محاصصة بين أحزاب السلطة. في عدة جهات بتعترض لأنه يعتبروا أن في مستشفيات محسوبة عليهم سياسيا يمكن ما أخذت حقها. الخوذ البيضاء تعود إلى قواعدها السالمة. وفي النشرة: بحر صور يغمر المسرح الروماني. مساء الخير. بيروح العاشق وبيجي المشتاق، والتأليف طاير طاير ما بين عودة الرئيس المكلف سعد الحريري اليوم من نزهته الإسبانية وسفر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل غدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فعبور الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي ذهابا وإيابا بات أكثر سهولة من عبور ضفة التكليف إلى ضفة التأليف، ما استدعى تدخلا عاجلا من مجلس الأمن الدولي الذي دعا إلى تأليف حكومة وحدة وطنية في لبنان على وجه السرعة. التأليف في غرفة الإنعاش، أما على أسرة المستشفيات فالشاطر بشطارته من الأحزاب التي تستغل التصريف لتعرقل خطة وزير الصحة غسان حصباني بصرف السقوف المالية بالعدل على المستشفيات الحكومية، لينتقل الحدث اليوم من صفر سياسة إلى أمن 100% في معركة دارت رحاها في بريتال، المدينة المحرمة والمحرومة والموسومة بالطفار وما يدور في فلكهم من سوء سمعة. فجرا أحكمت قوة من الجيش الطوق على بلدة الحمودية، سدت كل المنافذ المؤدية إليها وقامت بعملية دهم بحثا عن مطلوبين، ومن بينهم المدعو علي زيد إسماعيل ومعه مجموعة تحصنوا في مبنى سكني. وبحسب بيان صدر عن قيادة الجيش فإن القوة المذكورة تعرضت لإطلاق نار من قبل مجموعات مسلحة تابعة للمدعو علي زيد إسماعيل، وقد اضطر عناصر القوة إلى الرد بالمثل، ما أدى إلى مقتل 8 مسلحين وتوقيف 41 شخصا بينهم 6 جرحى من المجموعات المذكورة، كما ضبطت كمية من الأسلحة والمخدرات، وقد جرى تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المرجع المختص. وإذا كان الجيش يقوم بمسؤولياته في تنفيذ الخطة الأمنية المقرة سياسيا مع رفع كل المعنيين الغطاء عن الطفار والمطلوبين والمخلين بالأمن، فثمة أصوات طافرة رأت أن ما قام به الجيش كان يمكن تفاديه، خصوصا أنها المرة الأولى التي يسقط فيها قتلى وجرحى، علما أن المجموعة هي من بادرت إلى فتح النار على القوة المداهمة. على مقلب بريتال كانت عرسال تودع الدفعة الثالثة من النازحين السوريين العائدين إلى ديارهم. خبر العودة بات اعتياديا، لكن في رحلة العودة اليوم تكرر سيناريو فيلم الحدود، حيث وقف حسين ذو 12 عاما متأبطا حقيبته، لا هو يريد البقاء مع أب وخالة يعنفانه، ولا يمكنه عبور الحدود إلى أم لم يرها منذ 6 أعوام بلا ولي أمر يضمن انتقاله الآمن. لكن وعند حدود أخرى فتحت تل أبيب ممرا آمنا عبر منه أصحاب الخوذ البيضاء من داخل الأراضي السورية إلى الأراضي المحتلة في عملية سرية جرت تحت جنح إسرائيلي تولى أمر تهريب 800 من عناصر المنظمة وعائلاتهم. وبدت العملية أشبه بسباق اللحظة الأخيرة مع العمليات العسكرية الجارية هناك في آخر جيوب المسلحين.
تطورات مثيرة أججت سجالا قديما حول هوية المنظمة التي حاولت أن ترسم لنفسها صورة تجمع للناشطين الذين أخذوا على عاتقهم مهمة الدعم الإنساني في مناطق الصراع السوري بتمويل بريطاني أمريكي، وكانت تقف إلى جانب الجماعات الإرهابية، وكانت مهمتها الأولى تكريس الحرب الناعمة ضد الحكومة السورية من خلال لصق تهم الكيماوي بالنظام وفبركة الأفلام. وبمجرد صعود هؤلاء حافلات الكيان الإسرائيلي عوضا عن حافلات الخضر، انفضح ارتباط المنظمة الوثيق بالاحتلال، وبات في حكم المؤكد من هي الخوذة التي تحمي رؤوس أصحاب الخوذ البيضاء. اتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حزب الله بتقويض قدرة حكومة لبنان على ممارسة سيادتها وسلطتها. وفي خلال جلسة المشاورات المغلقة حول تقريره بشأن تنفيذ القرار 1701 في مجلس الأمن، رأى غوتيريش أن حزب الله لا يزال يعلن على الملأ بأنه يحتفظ بقدرات عسكرية، كما لم يحرز أي تقدم نحو نزع سلاح الجماعات المسلحة خارج نطاق سيطرة الدولة، بما يقوض قدرة حكومة لبنان على ممارسة سيادتها وسلطتها على إقليمها بشكل كامل. وقال لم يجري أيضا أي تقدم في تفكيك القواعد العسكرية التي تحتفظ بها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة وفتح الانتفاضة، والتي ما زالت تنتقص من سيادة لبنان وتعرقل قدرة الدولة على رصد ومراقبة أجزاء من الحدود بفعالية. ويتضمن التقرير تقييما شاملا لقرار مجلس الأمن 1701، ويغطي الفترة ما بين الأول من أذار والعشرين من حزيران 2018. الجيش اللبناني يدهم بلدة الحمودية البقاعية ومقتل 8 أشخاص وإصابة العشرات. زحمة السير هذه على طريق بريتال ليست عادية، بل هي نتيجة طوق أمني محكم ضربه الجيش اللبناني، سد فيه كل الطرقات والمداخل المؤدية إلى بلدة الحمودية. فصباح البلدة لم يكن عادياً أيضاً، بل اخترقته مداهمات الجيش اللبناني وفرقة المجوقل التي طوقت مبنى آل إسماعيل، حيث يقطن علي زيد إسماعيل أحد أكبر تجار المخدرات والمطلوبين. عملية كر وفر وتبادل نار بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقذائف الأربيجي أسفرت عن مقتل 8 مسلحين بينهم علي زيد ومجموعته، إضافة إلى توقيف 41 شخصاً بينهم 6 جرحى من المجموعة المذكورة، كما ضبطت كمية من الأسلحة والمخدرات. هودي المطلوبين اللي عم بيقولوا مطلوبين 30,000 35,000 مطلوب منطقة بعلبيك، نحن يعني بنتمنى من الدولة انه تعمل عفو، هالعفو هذا بيريح المنطقة او حتى بيريح الدولة، الدولة اللبنانية. كمان نحن مش مع المداهمة انه والله يداهموا يقتلوا الناس، يعني في أطفال في نساء. الخطة الأمنية نحن معها، نفوش ضدها، بس نحن مش مع الأكل. الطوق المحكم منع دخول وخروج أهل الحمودية، ترافق والتحليق الكثيف للطيران المروحي. وحده صوت هذا الباء عبر مكبرات الصوت أتى كمن يقول أن العملية انتهت، وعليه توجهنا إلى ما تحول لبضع ساعات إلى ساحة معركة. وصار. سمعنا وسيت وجايش نطوق الضيعة كلها. وما قدرتوا تظهروا؟ ما قدرنا نظهر لهلا والله من الصبح. وصل رصاص شيء على البيت؟ ايه في رصاص جاي عند ابني فوق بالطابق فوق. وفي معطيات انه هون كان موجود علي زيد؟ والله مش عارف شيء، لانه جارنا ما عنده 100 بيت، مش انه بس بيت، عنده بيت فوق بيت على الطريق. يعني عنده عدة بيوت، ما بعرف شيء. عم تعيشوا بتوتر دايم؟ عايشين وقت خلقنا بتوتر، وقت خلقنا عايشين. عايشين إلى خيار بالبوت. بعدين بلا ما نحكي يا أهلا. هي عمليات دهم تحت مظلة الخطة الأمنية لإعادة البقاع إلى حضن الدولة، غير أنها الأولى التي تسفر عن قتلى وجرحى. انتهت المداهمات ومعها العملية الأمنية التي أعادت المنطقة إلى هدوئها.
إنما الحذر. لائل سعد، قناة الجديد. وإلحاقا ببيانها السابق المتعلق بتنفيذ قوة من الجيش عملية دهم في بلدة الحمودية في بريتال، أصدرت قيادة الجيش مديرية التوجيه بيانا أعلنت فيه أن وحدات الجيش أنهت العملية التي أسفرت عن توقيف 16 لبنانيا و25 سوريا. إذن أصدرت قيادة الجيش مديرية التوجيه بيانا أعلنت فيه أن وحدات الجيش أنهت العملية التي أسفرت عن توقيف 16 لبنانيا و25 سوريا ومقتل 8 أبرزهم المدعو علي زيد إسماعيل المطلوب توقيفه بموجب 2941 ملاحقة قضائية من بلاغات بحث وتحر ومذكرات توقيف وخلاصات أحكام ولارتكابه جرائم تجارة وترويج المخدرات والإتجار بالأسلحة والذخائر الحربية وسلب سيارات بقوة السلاح وتزوير مستندات وإطلاق النار باتجاه مواطنين وإصابة بعضهم، إضافة إلى محاولة قتل عسكريين وإطلاق النار على دوريات عائدة إلى الأجهزة الأمنية وإصابة بعض عناصرها، وقد جرى تسليم الموقوفين إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق. النائب جميل السيد غرد على تويتر قائلا عطفا على العملية الأمنية الجارية في بلدة المحمودية أو الحمودية، صدر بيان لقيادة الجيش بأن القتلى هم شهداء من الجيش وبضعة مسلحين، في المقابل يجري تداول شائعات مكثفة عن قتل مدنيين بينهم نساء وأطفال ومنعا للتحريض وسوء الاستثمار. يؤمل من قيادة الجيش أن تصدر توضيحا للرأي العام بالسرعة الممكنة. على وقع الحديث عن تأليف لجنة مشتركة لبنانية أمريكية روسية تتولى ترتيب عودة النازحين السوريين الموجودين في لبنان إلى سوريا، دفعة ثالثة من نازحي عرسال تعود إلى بلدات القلمون الغربي. بين دموع الفرح بالعودة إلى بلداتهم التي غادروها إبان الحرب السورية وبين دموع الحزن على فراق أبنائهم الذين قرروا البقاء في البلدة التي احتضنتهم عندما لجأوا إليها، تفاوتت مشاعر مئات النازحين السوريين الذين قرروا العودة طوعية من عرسال إلى قرى القلمون الغربية. هؤلاء جمعوا أمتعتهم وما تيسر لهم من أغراض وتجمعوا منذ ساعات الفجر الأولى مع سياراتهم وآلياتهم الزراعية على أطراف وادي حميد بالقرب من مركز زين موقتين استحدثهما الأمن العام للتدقيق في أوراق العائدين والتثبت من أن جميعهم مسجلين على لوائح المغادرة، في حضور لافت لمراقبي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة والصليب الأحمر اللبنانية. ليش باقيين هون؟ نحن بس قريبا ما ننزل، بس نضب أغراضنا ونجهز أمورنا ونخلص شغلنا هون، عندنا محلات ما نسكرها ونبيع وننزل إذا أغراض. مبسوطة إنك راجعة؟ كثير. بس في حرة إنه ما رجعنا كلنا مرة واحدة يعني، بس هاي اللي زعجتني. شو خبروكم عن الجو بضيعتكم؟ لا منيح الحمد لله ما في شيء. شو بدي أرجع أعمل؟ مصالحات ست أشهر، بعد ست أشهر بياخذوكي على الجيش، بحطوكي بوجه المطلع بيقوسوكي بيقتلوكي. أنا ليش بدي أروح؟ صار لنا 4 سنين من أول ما صرت الأحداث. وهلا طيب أنا نرجع إن شاء الله على الوطن ونشوف شو الله بده ييسر معنا. قد إيه صار لك بعرسال؟ صار لي شي 4 سنين ونص. هلا راجع على طول ان شاء الله. مبسوط انك راجع؟ ايه مكيف. راجع انت وعيلتك ولا لوحدك؟ لا والله لا لوحدي، عيلتي بالمشفى. مبسوط الحمد لله، بس ولادي بعدهم هون مموتة. ليه عم تبكي؟ ما اهلك بعدهم هون. اشبك يا ابي اشبك. شبك ابن مين هذا؟ ساعات الظهيرة كانت قافلة الدفعة الثالثة من نازحي عرسال قد انطلقت من وادي حميد باتجاه بلدات قارة، رأس المعرة، فليطة والجرجير في القلمون الغربي عبر معبر الزمراني بمؤازرة الأمن العام والجيش اللبنانيين، حيث كان الجيش السوري بانتظارهم على الضفة الأخرى. رئيس بلدية عرسال انتقد التقليل من قيمة الأعداد المغادرة وإن كانت ضئيلة مقارنة بعدد الموجودين في البلدة، وشدد على أن الحل الأفضل للبنان هو بعودة النازحين إلى سوريا. نحن من الأساس شايفين الموضوع جيد وبمصلحة الجميع، وهو استمرار للدفعة الأولى والثانية، واليوم الدفعة الثالثة واللي هي أكبر دليل
في تجاوب أكبر من الجانب السوري، في اطمئنان أكثر عند النازحين السوريين. في دفعات أخرى بدأت تغادر طبيعي أيضاً؟ طبيعي، هلأ بتصور أنه فترة قريبة بيعلن الأمن العام عن دفعة جديدة إن شاء الله. عرفت شيء قدي عدد اليوم اللي غادروا بالضبط؟ حوالي 700 شخص مع آلياتهم طبيعي، وهو أمر مهم جداً عودة النازح بآليته، كان إله مع أغراضه، وكان إلنا كمان للتخفيف عن الداخل اللبناني ومن داخل البلدة. وتجدر الإشارة إلى أن في الدفعة الأولى غادر عرسال 297 نازحاً، وفي الدفعة الثانية غادر 380 نازحاً سورياً. وبحسب معلومات الجديد فإن نسبة الذين غادروا عرسال حتى الساعة لا تتعدى 2% من عدد المسجلين في قوائم الأمم المتحدة. حليمة طبيعة، قناة الجديد. حسين طفل سوري يلجأ إلى الجديد لطلب المساعدة من أجل الوصول إلى حضن والدته في سوريا. سكر ضيعتك؟ ايه. وقد ايه مبسوط انك راجع؟ كتير. هكذا كان حسين ابن 12 سنة متأملا العودة إلى فليطة السورية مع جملة العائدين من عرسال إلى بلدتهم في القلمون الغربي. كان ينتظر لحظة لقائه بوالدته التي لم يرها منذ 6 سنوات بلهفة كبيرة، قبل أن يصطدم بواقع أن مغادرته الأراضي اللبنانية غير ممكنة بلا موافقة أحد أولياء أمره بحسب الأمن العام. لحالك رايح ولا ترسيل منك؟ لحالك رايح؟ ايه. يا ما رايح لبنان كلها من يما هالعرسيل بدهن يصوعون. ليه مش راجع؟ سوري. بس انه ليش مش راجع؟ هو لحاله عم يجرب. قرب لعندي شوي. سجلت اسمك؟ سجلت اسمك؟ ده. ايه؟ ده. وكيف بدك ترفع اذا ما سجلت اسمك؟ بركب شي سياره. حسين خانته دموعه عندما علم أن مغادرته إلى سوريا مستحيلة حاليا، فلجأ إلينا ليناشد والدته عبر الشاشة ويقول لها إنه يحبها ويريد العودة إليها. حسين منذ الصباح الباكر حامل شنطة وناطر بده يفل، عم بيقول إنه أمه بسوريا صار له من لما كان عمره 6 سنين، هلأ عمره 12 سنة ما شاف أمه، وحابب يوجه رسالة لأمه ويقول لها إنه هو موجود هون وبده يفل. شو بدك تقول لأمك؟ حبها تجي تاخذني. طلع على الكاميرا. حبها تجي تاخذني كل. انت قد من امتى صار لك هون؟ من 6 سنين. بيك وينه؟ ها عرسال. وليه ما بدك تروح عند بيك؟ بدي اروح لعند امي. قد ايه صار لك ما شفتها لامك؟ صار لي 6 سنين. وما حكيت معها ابدا؟ ايه حكيت معها من 5 سنين. من 5 سنين حكيت معها. هي وين موجوده؟ بسوريا، يمكن بالشام. بالشام او بفليطه؟ قلت لي بفليطه. بتكون نعل تعشي، بتكون بالشام. انا وقت اللي حكيت معها كانت بالشام. كانت بالشام. شو اسمها امك؟ وجه لها رساله، قلها شو بدك تقلها لامك. اسمها ايمان. ايمان؟ في دردشة معه أبلغنا هذا الطفل السوري الذي لا يجيد إلا كتابة اسمه بخط يرتجف ألماً إنه هرب مراراً من منزله بعد تعرضه المستمر للتعنيف من قبل والده وزوجة أبيه التي وعلى حد قوله بعاملة مثل أمي بس بتضل تقتلني، وهو ينام في الشارع مطرح ما بيصح له. هذا وتمكن أحد أعضاء لجنة الإنقاذ الدولية الذي صادف وجوده لمراقبة عملية عودة النازحين، تمكن من التواصل مع إحدى الجمعيات الإنسانية التي وعدت بأنها ستهتم بحالة الطفل السوري حسين أبو زيد وستساعده لإيجاد والدته. حليمة طبيعة، قناة الجديد. وزير الصحة يضع آلية لتنظيم السقوف المالية للمستشفيات بصلاحياته بعد تعذر إقرار مرسوم من مجلس الوزراء واعتراضات من أحزاب على تغييره مبدأ المحاصصة المعتمدة في هذا القطاع. تعد وزارة الصحة من الوزارات الخدماتية التي تسعى القوى السياسية لتكون من حصتها، ومن بين مهام الوزارة تحديد السقوف المالية للمستشفيات والتي توزع وفق رغبة الوزير بناء على مرسوم صادر عن مجلس الوزراء. كانت السقوف المالية بالسابق تخضع
اللي ما فيها معايير معينة، الوزير بيقرر، يمكن كان يصير في اتفاقات ما بعرف بين القوى السياسية عليها لتصدر بمرسوم بمجلس وزراء. صدر آخر مرسوم بال2016 يلي وزع سقوف مالية بدون آلية واضحة كيف توزعت، وأرقامها بتوضح أنه في إجحاف بحق كتير من المستشفيات والمرضى وتركيز على بعض المستشفيات وبعض المواقع. فعلى سبيل المثال وبحسب موازنة العام 2016 كانت مستشفى أوتيل ديو التي تحتوي 430 سريرا تتقاضى 3,900,000,000 ليرة، في حين تتقاضى مستشفى شطورة 4 مليارات سنويا مقابل 90 سريرا. أيضا مستشفى عين وزين التي تحتوي 350 سرير يرصد لها 9,370,000,000 ليرة، بينما مستشفى الروم التي تحتوي أيضا 350 سرير ولكن موازنتها في الوزارة 5,100,000,000 ليرة. هذا التفاوت في الأرقام دفع بوزير الصحة غسان حصباني إلى إعداد مشروع مرسوم لتنظيم توزيع السقوف المالية، إلا أنه لم يدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء فعمل على تطبيقه وفق صلاحياته. المهم أنه نحن طرحنا بال2017 آلية جديدة اللي هي تأخذ بعين الاعتبار عدد الأسرة الفعلي مش المسجل بالنقابة، لأنه الفعلي في مستشفيات بتزيد أقسام وغيرها ما بتعمل تحديث لأرقامها بالنقابة ولم تدرج على جدول الأعمال. تغيرت السقوف المالية وفق القاعدة المعتمدة، وبحسب معلومات الجديد تمنعت بعض المستشفيات المحسوبة على حزب الله وحركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي عن توقيع الموازنة اعتراضا على تخفيض السقوف، وشنت حملة على الوزير. هلا أولا الحملة منها تقنية، واضح أنها حملة سياسية لأنه مجمع أفكار وافتراءات كتير كبيرة ومركزة بمكان ما تستخدم ومع منظومة متكاملة من الردود والمتابعة، حملة سياسية على القوات اللبنانية. واللي عم ينتقد القاعدة اليوم كان لازم ينتقد عدم وجود قاعدة بالمرة من الأساس، ما كان حدا يحكي فيها هذه. إضافة إلى ذلك من الطلبات اللي بتجينا والتصرفات اللي عم نشوفها عامة اتضح لنا أنه كانت تخضع لمحاصصات سياسية أكثر ما هي علمية. التعديلات على السقوف المالية أتت بهامش لا يتعدى 20%، وهذه أمثلة بسيطة على بعض السقوف المالية لعدد من المستشفيات والفارق بين العامين 2016 و2018. في مغالطات ما يعني لازم نمحيها نحن، ولم نكن مشحفين بحق حتى اللي نزل سقف بالموازنة، خلينا الهامش ما يزيد على 20% صعودا أو نزولا حتى ما نخلق خلل كتير كبير بالقطاع الصحي، لكن الموازنة ما عم بتزيد، موازنة الاستشفاء ما زادتها الحكومة. من ضمن هالموازنة المحدودة عم نجرب نكون عادلين بالتوزيع، مش عادلين للمستشفيات، عادلين للمرضى اللي بكل المناطق اللبنانية عم تنقل من مستشفى إلى آخر، عم تتنقل من منطقة إلى منطقة لحتى تتعالج بحسب اختصاص المستشفى. طبعا في عدة جهات بتعترض لأنه يعتبروا أن في مستشفيات محسوبة عليهم سياسيا يمكن ما أخذت حقها، ولكن في مستشفيات أخرى غير محسوبة على أحد عم تطبب ناس مواطنين ما عم تقدر تطببهم على حساب وزارة الصحة. يعاني القطاع الاستشفائي كغيره من القطاعات من العجز، وهو بحاجة إلى زيادة موازنته لتزيد التغطية الاستشفائية. وعلى الرغم من تنظيم القطاع والسقوف المالية إلا أن ما قام به حصباني غير محمي بمرسوم، أي يستطيع وزير جديد توزيع السقوف المالية بحسب ما تشتهيه الأهواء الحزبية. هادي الأمين، قناة الجديد. تركوا الجمهورية العربية السورية في اتجاه الجولان المحتل بحماية الجيش الصهيوني، أصحاب الخود البيضاء صفحة سوداء في تاريخ الحرب السورية. هكذا فتح كتاب الحرب السورية عام 2011، موت وحزن، دماء وألم، إجرام وكثير من الغرائب. ولعل كلمة غريب هي أفضل الأوصاف التي قد تطلق على منظمة الخوذ البيضاء، لكن فهم دور المنظمة يحتم الانتقال من سوريا إلى اسطنبول، وتحديدا إلى شهر آذار من عام 2013 لاجتماع بين أعضاء من المجلس السوري الوطني وجيمس لميزوريه، الضابط البريطاني المتقاعد والمقاول العسكري الحالي، خريج معهد ساندهرست البريطاني الذي خدم مع الجيش البريطاني والناتو لأكثر من 30 عاما في بوسنيا وكوسوفو والعراق ولبنان. عمليا مجرد ما يكون في منظمة إلى تمويل ضخم من دول وحكومات فإذا هي الحد الأدنى تعمل لصالح أو وفق أهداف هذه الدول. كان عندك في عدة مراحل بسوريا كانت تريد تدخل بشكل مختلف بشكل مباشر، التدخل مش عم بيقولوا نحن جايين
يسقطوا النظام فقط لإسقاط النظام أو غيره. يعني بيجي يقولوا نحن في مشكلة إنسانية ضخمة بيغلفوا هذا التدخل بالمسألة الإنسانية، إحنا قادمون لإغاثة هذا الشعب. حكي الكثير عن ارتباطات المنظمة إضافة إلى الارتباط ببريطانيا عبر مؤسس المنظمة جيمس لميزوريه. في الشكل خلينا نسميه البنى الفوقية اللي هي بتجي مثلا مثل US Aid بتقول في 30 مليون دولار هالسنة لصالح عمل الوايت هيلمتس مع الحكومة المؤقتة السورية. في الشكل الثاني اللي هو على الأرض، هذه المنظمة تعمل في مناطق يعني خاضعة لسيطرة جبهة النصرة بشكل شبه مطلق. أي عمل لأي منظمة في هذه المناطق هي أكيد خاضعة للتعاون والتنسيق مع تنظيم القاعدة. أصلاً قطع كتير فيديوهات وصور لأعضاء بهذه المنظمة حاملين سلاح، كانوا عم يحكوا بشكل مثل بيحكوا أي معارض مسلح عن الجيش السوري أو غيره. لم يكن الدعم المالي السبيل الوحيد لرفع اسم المؤسسة، بل وصل الحال حتى إنتاج شركة نتفليكس وثائقي قصير عن المنظمة. كدفاع مدني، فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وكأنما ضجة إنتاج الوثائقي لم تكن كافية، توج العمل بجائزة أوسكار. The Oscar goes to the White Helmets. أهداف عديدة سعى إليها من وقف خلف المنظمة، لكن أبرز الأهداف كان فتح باب للتدخل الإسرائيلي في سوريا. بيجي الغرب بيقول إنه في عناصر محليين من الناس قدموا شهادات وصور وغيرها وفيديوهات ومستشفيات باستخدام السلاح الكيميائي، وهي المنظمة بيقول منظمة شهيرة ومعروفة اللي اسمها وايت هيلمتس، اللي بترجع على الأرشيف تلاقي في عندها 30-40 مقال وفيديو وغيره. تنرجع لنفس السيكل، يعني منظمة يدعموها الغرب ثم هذه المنظمة تقدم الصور للغرب لنأتي في الآخر لختام أن الغرب يستطيع أن يتدخل بشكل عسكري لأسباب إنسانية. عديدة هي الدلائل على تورط منظمة الخوذ البيضاء في الصراع، من فبركة صور ملفات الكيميائي المتعددة لتوريط النظام. شو هذا؟ شو هذا أخي؟ يموت يموت. نروح على النقطة الغري، رحنا على النقطة مرأة زلمسنا والني قد علي معي. إلى التراجع عن فيديو اختلاق إصابات تحت حجة الترويج للمنظمة. أخرج جزء من أعضاء المنظمة إلى الأردن تمهيداً لنقلهم إلى بريطانيا وكندا وألمانيا وغيرها من الدول، وتضاربت أرقام الخارجين بين 400 و800 عنصر نقلهم العدو الإسرائيلي من سوريا إلى الأردن. On Saturday night, Israel's military evacuated over 400 Syrians and their families. انتهى دور منظمة الخوذ البيضاء بعد أن أخرجهم محركهم عبر ذراعه في المنطقة. بבקשה שנעזור להוציא מסוריה מאות אנשי קסדות לבנות, אלא אנשים שהצילו חיים ונמצאו עכשיו בסכנת חיים. سنوات عمل داعمو خوذ الفصائل المسلحة على تبييض وجه أحدها، فاختبأت خلف العمل الإنساني وتحت شعار الدفاع المدني. لكن بعد رفضهم المغادرة باتجاه إدلب واختيار باص الاحتلال على الباص الأخضر، يصح السؤال: من هو الرأس الذي حمته الخوذ البيضاء؟ حسان الرفاعي، قناة الجديد. بعد الفاصل فيروز بخير. أهلا بكم من جديد. جوليا بطرس تعود إلى الجنوب من بوابة صور وبحرها البشري. أشرقت شمس الحق من بحر مدينة صور مع إطلالة الفنانة جوليا بطرس على مسرح ميدان سبق العربات التاريخي. إطلالتها على المسرح جاءت بتأخير دام سنوات، مضافا إليها بضع دقائق، وذلك بسبب انتظار آذان العشاء. خلينا انه الاذان يخلص واحترمنا الوقت تبع الاذان لحتى نحن كمان يكون عندنا الوقت
نبلش بالبرنامج تبعنا. بحر من الجمهور المتعطش لحضور جوليا جنوبا عبر أكثر من 13,000 شخص تصفيقا وهتافا، يتقدمهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعلى المقاعد زوجا وأبا كان لهم قصة ومشوار وخبرية ستحكيها جوليا بكرة شنهار. امسك له ايده قبل ما اطلع على المسرح، كان اخر واحد امسك له ايده قبل ما اطلع على المسرح. بعدين بس جوزت انا والياس سلم هالمهمه للياس، فصار ياس يمسك له ايده. بعدين شو صار؟ انا قشطت الياس هالمهمه اعطيتها لاختي صوفي. ليش؟ لان ما بشوفه للياس، اشوفه مش عم شوفه. هيدا الشخص، هيدا الحدا هو بالبابا. بابا ما بعرف من انت قاعد، بابا حابب اشكرك قدام كل الناس، قدام بحر سور، وقول لك انه بحبك كثير. وعلى أرض أزهرت ثواراً ومقاومة استذكرت جوليا حرب تموز لتشعل بريق الانتصار بأصداء جمهور ردد أحبائي تموز دوخ العالم. صحيح أنه هو ذكرى لحرب، والحرب دايماً بشعة، فيها مآسي، فيها خسائر، فيها شهداء، فيها جرحى، فيها ضحايا. الحرب مأساة، بس تموزنا صار تموز الانتصار. تموز انتصار الجنوب، وتموز انتصار لبنان، كل لبنان، شاء من شاء وأبى من أبى. ومن باب ظروف أغنية غابة شمس الحق حيت جوليا الشاعر نبيل أبو عبده. أولاد أنا وزياد، يعني بعد ما كان صار عمرنا 18، زياد أنجأ 16 وأنا 15. بال 85 بتذكر صار في مجزرة بالجنوب بالزرارية نفذها العدو الإسرائيلي، ونحن أنا وزياد زعلنا كتير وغضبنا كتير، كنا بدنا نعبر بعمل عن غضبنا وعن رفضنا للي كان عم بيصير. وبيقوم بيكتب كلمات ولا أبسط ولا أصدق، عم بحكي عن نبيل أبو عبده غابة شمس الحق. أنا حابة أتشكرك قدام كل هالناس وقل لك منحبك. إيه صدحت جوليا وغنت لثوار أرض قاوموا واستشهدوا ليتحرر لبنان وانتصروا، وتشاركت مع سماء الجنوب أنغاما وألحانا لساعتين، قدمت خلالها أغنيات جديدة وقديمة من ألحان شقيقها زياد بطرس بمرافقة الأوركسترا الفيلهارمونية الأرمينية وكورس هو الأضخم في تاريخ الحفلات اللبنانية، بلغ عدده حوالي 170 شخصا. رواند أبو خزام، قناة الجديد. تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مراقصا زوجته النائب ستريدا جعجع على وقع أغنيتي ثلاث دقات وبتوى النسبة.
وننتقل إلى فن الخبر مع زميل عمر خداج. سعيدة، كيفن كنعان طفل بعمر 10 سنوات قدر بسرعة قياسية أن يلفت النظر على موهبته بالعزف على آلة الكمانجا، وحتى أنه ينال المركز الأول في مسابقة رينيسانس الدولية بدورتها 10، هالجائزة اللي بترعاها وزارة الثقافة الأرمنية وبيتقدم عليها المئات من العازفين حول العالم. أكثر عن هالطفل متعدد المواهب بالتقرير التالي. أستاذي كان بالمدرسة، بعدين قال لي أنه نعمل دروس خصوصية. قلنا أوكي. كل يوم من هيدا الوقت، يعني شهر شهرين، اشتغلنا يوم إيه يوم لأ، يوم إيه يوم لأ عنده. وبعدنا كنا بدنا نروح أرمينيا، بس أنه شفنا بالأبليكيشن أنه فينا نعمل ريكورد على يوتيوب. عملنا ريكورد على يوتيوب، بعد 3 جمعة أو شهر طلعت النتيجة، بعتولنا من إيميل، بعتولنا انه طلعت اول. كتير انبسطت انه هيك، وكمان بعد شهر بعتولي الدبلوم. احنا كيفن ما كنا عارفينه انه موهوب بالفيولون. انا وامه لكيفن اكيد اذا هو صار نصيبه واشتغل بهيدا الموضوع صار عازف محترف، اكيد بننبسط له، يعني هو بينبسط لحاله. بس نحن ما بدنا اياه يهمل درسه اكيد، لانه ما بتعرف كيف الحياه بتصير. فيروز بخير، هيدا المؤكد. فبعد اتصال جديد بمصادر مقربة منا، تم نفي خبر انتشر في الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا في مصر حول وفاة السيدة فيروز بعد تعرضها لانتكاسة صحية. والغريب هالإشاعة يلي بتتكرر بحق السيدة فيروز انها تبتكر ويتم تصديقها وتذرف الدموع عليها، ثم يصار بعد الضجيج الى التأكد من صحة الخبر. توفيت الفنانة السورية مايسكاف في العاصمة الفرنسية باريس جراء سكتة قلبية عن عمر 49 سنة حسب ما أعلن فنانين سوريين مقربين منها. الشيء الوحيد اللي حاسة فيه لو عندي جرأة بس أنه أنا روح استشهد وموت. عرفت سكاف بمواقفها المؤيدة للاحتجاجات في سوريا من بداياتها عام 2011، مما اضطر إلى مغادرة البلاد بعد إطلاق سراحة من الاعتقال. الممثلة الراحلة من مواليد دمشق عام 1969 درست الأدب الفرنسي في جامعة دمشق، وشاركت في العديد من الأدوار المسرحية والتلفزيونية والسينمائية، وتنوعت أدوارها بين الشاشتين الكبيرة والصغيرة. لهم مشاهدينا بكون وصلت فقرة فن الخبر لنهايتها. منشوفكن، باي باي. برعاية وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حصباني، مستشفى ومركز بلفيو الطبي يحتفل بنجاح أول عملية زرع رحم في لبنان والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هنيئاً للبنان بإنجاز جديد سباق بالعالم. بهذه التهنئة زف وزير الصحة غسان حصباني بشرى نجاح العملية الأولى لزراعة الرحم في لبنان والشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال تظاهرة إعلامية شهدها مستشفى ومركز بلفيو الطبي، موطن هذا الإنجاز العالمي الذي يبقي لبنان في طليعة الريادة العالمية طبيا واستشفائيا. بالرغم من كل اللي عم بيعملوا جهدهم بقلب لبنان وخارج لبنان من أنه يشوهوا له صورته غصبا عن اللي عم بيشتغلوا بالطريقة الصحيحة، بس نحن نقول لهم لا، غصبا عنكم انتم اللي عم يشتغل صحيح
هو اللي بده يخلي صورة لبنان صحيحة. المدير الطبي في المستشفى البروفيسور غسان معلوف رأى أن نجاح العملية هو بارقة أمل للحالمات بالأمومة. الشجرة المثمرة هي اللي بتنرمى بحجر، وانه دعمك لنا والقرار اللي اخذته انه نعمل هالعمليه في لبنان هو من محبتك للبنان، وعرفت قد ايه نحن بالبلجيو بنحب لبنان وبنحب المريض اللبناني. وانجزت هالعمليه بفضل فريق طبي وفريق تمريضي وفريق اداري انحني امامكم جميعا. انجاز كبير اكيد بيرجع مره ثانيه باكد انه لبنان ما انه بس منارة بعالم الاستشفاء للخليج العربي والمنطقة العربية، اليوم عم نحط لبنان على الخارطة العالمية. نحن تقريبا بين أقل من 10 بلدان بالعالم منقوم بزراعة الرحم عالميا. العملية نجحت بجهود فريق الأطباء والباحثين في جامعة غوتنبرغ السويدية، ومن ضمنه الباحثة والاختصاصية في الطب النسائي والتوليد اللبنانية رندا العقوري، التي منحت الأمومة لأكثر من سيدة حول العالم، ومن بينهن ريهام التي تحدثت عن تجربتها. كان بالنسبة لي لحد الآن لحد اليوم لحد اليوم اللي أنا فيه إنه لسه أنا بحس حالي عم بحلم. بعد الفاصل لعنة التابوت. أهلا بكم من جديد. أعلن المكتب الإعلامي في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بيروت أن صحيفة الأخبار نشرت ملفا بعنوان الإمارات ليكس بن زايد يريد إخضاع مسقط. تضمن تقارير أفادت الصحيفة بأن مصدرها وثائق ومراسلات دبلوماسية مسربة من سفارة دولة الإمارات في مسقط. وأوضح المكتب الإعلامي أن التقارير المنشورة في الصحيفة المذكورة أعلاه عارية من الصحة تماما، ولا علاقة لها بأي مراسلات دبلوماسية إماراتية، وهي من نسج خيال كاتبها وتفتقد الصدقية والمهنية المطلوبة من وسائل الإعلام. وأهاب المكتب الإعلامي بالمسؤولين اللبنانيين الذين ينادون دائما بأفضل العلاقات مع دول الخليج العربي اتخاذ الخطوات الرادعة والكفيلة بألا يتحول لبنان إلى ساحة إعلامية تروج من خلاله الأخبار الكاذبة، ومنع تكرار هذا النوع من التجاوزات التي تفتقد الصدقية والمهنية وتحول بعض وسائل الإعلام اللبنانية إلى أدوات لخدمة الأهداف القطرية المشبوهة بحسب المكتب الإعلامي في السفارة الإماراتية. محكمة لاهاي قضت بارتكاب الإمارات خروقا بحق القطريين. قضت محكمة العدل الدولية بارتكاب دولة الإمارات خروقا بحق القطريين وممتلكاتهم على أراضيها منذ الخامس من حزيران عام 2017، وطالبتها باتخاذ جملة من الإجراءات، وألزمتها بلم شمل الأسر التي تفرقت لحين البت بالقضية التي رفعتها دولة قطر على الإمارات بسبب الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون القطريون في الإمارات. وقالت المحكمة إن القطريين في الإمارات أجبروا على ترك منازلهم بلا عودة، وعلى أبو ظبي السماح للطلبة القطريين باستكمال دراستهم. القطريون والقطريات الذين تأثروا بالإجراءات التي اتخذت الإمارات العربية في الخامس من يونيو 2017 يسمح لهم بالدخول وتقديم طلبات إلى المحاكم والمؤسسات القضائية الأخرى في الإمارات العربية المتحدة. وأعرب وكيل دولة قطر لدى محكمة العدل الدولية محمد الخليفي عن سعادة بلاده بالحكم الذي قال إنه أنصف كل القطريين المتضررين من الإجراءات التعسفية التي اتخذتها أبو ظبي. وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش بدوره قال في تغريدات على تويتر إن قطر غيرت الخطاب السياسي في الخليج ودوله إلى الأسوأ من خلال الأساليب التي تبنتها ومولتها، بعيدا من الاحترام والمراعاة التي ميزت التعامل السياسي في الخليج العربي. سلطنة عمان تحتفل بيوم تولي السلطان قابوس الحكم.
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسلطان عمان قابوس بن سعيد يظهر مهارته في إصابة الأهداف بدقة في خلال ممارسته هواية الرماية. وجاء نشر الفيديو مع احتفال سلطنة عمان بيوم النهضة، وهو اليوم الذي يوافق الذكرى السنوية لتولي السلطان قابوس بن سعيد حكم البلاد عام 70. وأعلنت وكالة الأنباء العمانية أن السلطان قابوس أصدر قرارا عاجلا بالعفو عن 274 سجينا، من بينهم 115 أجنبيا من أجل المناسبة. ويحتفل العمانيون بهذا اليوم مؤكدين أن تولي السلطان قابوس السلطة في البلاد كانت لحظة فارقة لتحويل خط السلطنة من بلد فقير تقسمه الخلافات الداخلية إلى دولة مزدهرة باقتصاد مميز، وتلعب دورا بارزا على المستوى الدبلوماسي عبر انتهاج مبدأ عدم الانحياز أو التدخل في شؤون الآخرين. وتعد السلطنة من الدول التي اعتمدت في سياساتها وعلاقاتها على مبدأ الحوار والمفاوضات لحل الخلافات وتسويتها بالطرق السلمية على أساس الاحترام المتبادل ومبادئ القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة وحسن الجوار. وقد نجح سلطانها في العديد من الوساطات، وحققت دبلوماسيته الكثير في حل المشاكل والأزمات الدولية، منها على سبيل المثال نجاحه في إطلاق البحارة البريطانيين الذين ألقت طهران القبض عليهم عام 2007، الإفراج عن 3 أمريكيين اعتقلوا في طهران بتهمة التجسس لصالح واشنطن عام 2011. كما نجح في ضبط الأوضاع وتخفيف الاحتقان الذي وصل إلى حد الاقتتال الطائفي في مدينة غراديا الجزائرية بين الأمازيغ والعرب. السلطان قابوس يعد العراب الحقيقي للاتفاق النووي الإيراني الأمريكي، حيث استضافت مسقط عدة اجتماعات سرية بداية ومن ثم علنية بين الدبلوماسيين الأمريكيين والإيرانيين. كما تمكن من تحييد السلطنة عن الحرب في اليمن، وذلك بحفاظه بشكل لافت على علاقات مميزة مع سائر الأطراف المتحاربة. السلطان قابوس دخل أيضا في وساطة لحل الأزمة الخليجية، وهو كان رئيس البلاد الوحيد الذي استقبلته الملكة إليزابيث في المطار يوم زار بريطانيا عام 82. وعندما سئلت عن سبب مجيئها شخصيا لاستقباله في المطار، قالت أن السلطان قابوس هو الوحيد الأعلى مني رتبة، فهو ابن عائلة سلاطين. قضية تابوت الإسكندرية تتفاعل، والخوف من لعنة فتحه تلاحق مكتشفيه. أثار التابوت الحجري الضخم الذي اكتشفته السلطات المصرية في مدينة الإسكندرية قبل أسبوعين جدلا كبيرا داخل مصر وخارجها، بعدما انتشرت تقارير وأخبار تتحدث عن احتمال وجود جثمان الإسكندر الأكبر داخل التابوت، وهو ما انتشر بكثافة في مصر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما حذرت بعض الصحف الأجنبية وشخصيات دولية شهيرة من فتحه خشية من اللعنة التي يمكن أن تصيب العالم جراء ذلك بحسب وصفهم. ففي تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، قال وزير الأثار الأسبق زاهي حواس إن الحالة البسيطة للمقبرة التي وجد فيها التابوت وعدم احتوائها على أي نقوش كان لابد أن يدفعنا من البداية إلى استبعاد فكرة أنه تابوت الإسكندر الأكبر. وأضاف: الإسكندرية القديمة تضم كميات كبيرة من الأثار التي لم تكتشف بعد، ومن المعتاد ظهور مثل هذه الاكتشافات عند إعادة بناء المنازل، لذلك توجد لجان أثرية في مواقع البناء بشكل دائم. ويبلغ طول التابوت نحو 3 أمتار، ويعود للعصر البلطمي في حي سيدي جابر في مدينة الإسكندرية، وهو الحي الذي يعتقد أن الإسكندر الأكبر دفن فيه، وهو ما جعل صحيفة إكسبريس البريطانية تثير احتمالية أن يكون خاص بالإسكندر الأكبر، ما نفاه المجلس الأعلى للأثار حين قال أمينه العام الدكتور مصطفى وزيري إن التابوت يعود لأحد الكهنة وليس لملك أو إمبراطور. وإذا كانت رواية الإسكندر الأكبر قد استبعدت بهذا التصريح، فالمخاوف من حدوث اللعنة عند فتح التابوت لا تزال باقية، علما أن وزارة الأثار المصرية سبق أن أعلنت أنها ستفتح التابوت خلال أيام بواسطة مواسير سميكة مخصصة لرفع غطائه حتى يجري التعرف عما في داخله. اعتزال أوزيل تمييز وعنصرية. قررت دول الألماني ذو الأصول التركية مسعود أوزيل اعتزال اللعب مع المنتخب بسبب ما وصفه بأجواء التمييز الظالمة التي أحاطت بلقائه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في شهر أيار الماضي.
الجماهير الألمانية ومجموعة من السياسيين الألمان أبدوا غضبهم من ظهور أوزيل مع أردوغان قبيل انطلاق منافسات مونديال روسيا، كما تعرض لانتقادات من الاتحاد الألماني الذي اعتبر أن الرئيس التركي لا يحترم القيم الألمانية. أوزيل دافع عن تصرفاته معتبرا أن التقاط صورة مع أردوغان لا يمت للسياسة أو الانتخابات بصلة، بل له علاقة باحترام أعلى منصب في بلد عائلته. وهاجم أوزيل الاتحاد الألماني معتبرا أن الأشخاص أصحاب الخلفية العنصرية لا يجب السماح لهم بالعمل في أكبر اتحاد كرة قدم في العالم يتواجد فيه لاعبون من أصول مزدوجة. وأكد لاعب أرسنال أن سوء معاملة الاتحاد الألماني جعلته لا يرغب في ارتداء قميص المانشافت لشعوره بإهانة عنصرية وقلة احترام، مشيرا إلى أنه اعتاد ارتداء قميص ألمانيا بفخر وحماس لكنه لا يشعر بذلك الآن، غامزا من قناة التمييز نسبة لأصوله التركية المسلمة. من جهتها علقت متحدثة باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على اعتزال اللاعب مؤكدة أنها تقدر أوزيل لأنه لاعب رائع قدم الكثير للمنتخب الوطني وتحترم قراره. وأضافت المتحدثة أن نحو 3 ملايين شخص من أصول تركية يعيشون في ألمانيا اندمجوا بشكل جيد وأن المهاجرين مرحب بهم في البلاد. محمد قصير، قناة الجديد. وأخبار من مواقع التواصل الاجتماعي مع سارات صالحة. مرحبا. بداية أخبارنا مع فيديو صادم عم ينتشر بشكل واسع لصبية كانت عم تقوم بتحدي كيكي يلي حكيت عنه سابقا، لا تجي السيارة وتصدمها بكل قوة. طبعا هالفيديو انتشر بشكل هائل تبعا لقسوة المشهد يلي فيه، ولكن بالحقيقة هو منه مزبوط، وإنما تم تركيبه من قبل هالصبية وصديقة لنشر رسالة توعية عن خطورة هالتحدي يلي ما بقي حدا ما شارك فيه. يذكر أن هالرقصة تم اعتبارها مخالفة للأنظمة والقوانين بكل من الأردن ومصر، ورح يتم اتخاذ الإجراءات القانونية يلي رح تكون عقوبتها الحبس بالإضافة للغرامة المالية لكل يلي بيعملوا. ننتقل لمراسلة فلسطينية أذاعت خبر استشهاد شابين من الدفاع المدني على الهواء مباشرة من دون ما تعرف هوية هالشابين، لتنهار المراسلة مريم على الهواء من بعد معرفتها أنه الشاب يلي نقلت خبر استشهاده بيكون خيا. اقسم بالله انا طالع على ابن الوكاله بحكي لها في شهادات متصل مدفعي، طلع اخويا ليش انا الاعلاميه موجوده في المكان يجب علي تغطيه كافه الاحداث المتواجده في مسيرات العرب، واخوي رجال الدفاع المدني متواجد في الميدان بسعف المصابين، وصلنا مستشفى الاوروبي الا رن علي زميلي برضه بحكي لها مريم مين الشهداء؟ قلت له طلع اخويا الشهيد، يعني انا طلعت بخبر استشهاد اخويا لا ما توقعت تكون انت اخويا، والله ما توقعت من الرحمه امي قد أما آخر أخبارنا فهو مع هاشتاغ شيرين الرفاعي بنت السعودية يلي نشط من بعد اعتذار الإعلامية السعودية عن مقطع فيديو ظهرت فيه بمظهر غير محتشم خلال إجراء تقرير عن قيادة المرأة السعودية. شيرين طلبت العفو من الشعب السعودي بعد ما بين جزء من شعرها وجسدها خلال إعداد التقرير، وكانت أعلنت وزارة الإعلام السعودية من حوالي الأسبوعين إحالة المذيعة للتحقيق. طبعا تعليقات كثيرة رافقت هالهاشتاغ منه يلي اعتبر أنه هيدي غلطة غير مقصودة وأنها بتضل بنت سعودية، ومنهم من اعتبر أنه مستحيل تكون سعودية وأنها من اليمن ويجب منعها من دخول الأراضي السعودية نهائيا. لسا حنا في تغطية مباشرة من داخل العاصمة الرياض، نبي نغطي اليوم الثاني لقيادة المرأة، ونبي نشوف أيضا حالات ورصد حالات لفتيات أساسا سعوديات قاعدين يسوقوا. طبعا الحين حنا نبي نوثق كل شيء، شوية بنروح مكان اسمه رياض بارك، هو طبعا من المولات الجديدة في المملكة. على فكرة الحين حنا مثل ما انتم شايفين قاعدين نطلع في الكوبري، الكوبري اللي هو الدرعية التاريخية واللي هي من أقدم، هي بالتحديد يعني أقدم منطقة في الرياض. شايفين كيف ما شاء الله تبارك الله، أنا حابة الحين تشوفوا انتم كمان الشوارع في الرياض، على الرغم من الحين يعني على الرغم
ومع هالخبر أنا بدي أودعكم لمزيد من التفاصيل. تابعونا عبر صفحة ترينز على فيسبوك وعبر صفحاتي على فيسبوك، تويتر، إنستغرام، سناب شات، وعلى الأكيد ما تنسوا تتاج عند هاشتاك ترينز. وأنا برجع بشوفكم بكرة بنشرة جديدة. باي. كان في النشأة أصغر النازحين ينتظر عند الحدود وحيدا. حبها تجي تاخذني. مداهمة الحمودية انتهت بمقتل المطلوب علي إسماعيل. حتى الأسرة محاصصة بين أحزاب السلطة. في عدة جهات بتعترض لأنه يعتبروا أن في مستشفيات محسوبة عليهم سياسيا يمكن ما أخذت حقها. الخوذ البيضاء تعود إلى قواعدها سالمة. وكان في النشرة بحر صور يغمر المسرح الروماني. ختام النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.